سيف حمداوي كما كنت حكينا قبل الأخبار، هبط التصوير ديك مع حاتم بن عرفة وحمدي المدب، تصوير خلت عليه التساؤلات وبرشا حكاية على عرض متراجل حاتم بن عرفة. حاتم بن عرفة صديق وأخ، حاتم بن عرفة تقابلنا صدفة في الطيارة، احنا مسافرين للإمارات وتقابلنا في الطيارة صدفة، وكان موجود فيها الطيارة سي حمدي المدب، تقابلنا صار يعني كلام بين بعضهم، وسألوا قالوا أنا نتمناك تجي للترجي. قالوا أنا جمعيتي الترجي، وإذا ثم جمعية نتمنى لعباء مكشخ حاتم بن عرفة مكشخ جمعية نتمنى لعباء في تونس هي الترجي. قالوا هكا نتمنى لعباء، إذا جمعية نتمنى نلعب فيها هي الترجي. ولكن توا أنا عندي مازال عندي بروجي نكملو، فيوم الأيام نفكر علاش لا. وتعرف حمدي المدب إلى وزي، يعني أنا جيب أوزي ما هو إلى وزي. قالوا مرحبا بيك في الترجي في أي وقت. قالوا علاش ما تصحش معنا توا؟ قالوا لا توا صار معنا صحيح الكلام اللي خرج، صار كونتاكت كلمة خلوه يعني اقترح عليه، صار كلام يعني هكاك درجة كلام بين بعضنا في الطيارة. وقالوا لنا بالعكس أنا حاضر، أما توا لا، توا عندي بروجي سبورتيف نكملو. ومن بعد شنو البروجي معناها؟ يحب يلعب في اسبانيا، يلعب فيهم وكان اسبيرونس خير ولا؟ اي ما كان يحب يلعب في اسبانيا، يحب سي توجور يلعب كوب دوروب، واختار كلوب يلعب كوب دوروب، تعرف ملاعب له دو نيفو، ديما يحب يختار يلعب كوب دوروب، لي كلوب اللي يلعب فيهم يباتيسيب يشاركوا في الكوب دوروب. واختيار يعني، ولكن ما قالوش يعني، قالوا انا ما نساش، قالوا انا نتمنى نلعب في الترجي، وانا راني سبيرونتيست يعني عرفت ونعرف كل شيء على الترجي، نتمنى يعني ما طول طول نكمل 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 المشوار اللي عندي. معناها نجموا نشوفوا نهار من نهارات يمكن. انت مقرب برشا من حمدي المدب، خذينا الحكايه سيريوزمون معناها، ولا حكايه لا لا لا. كلام تقال لا كلام تقال لا كان واقعي، و طبعا قاعد مازال وقتها في البريود نتاع ريكروتمون، لا ما خممش في كل لحظة هذيك، صار كلام واقترح علي قال له مرحبا بيك، وأكثر من هذا ما صارش يعني. هل أنه يخمم توا أنه يكلمه معناها؟ لا ما يخممش توا، لأنه كيبو ماشي مليح وفرحان بها، ويمكن يلوج يوم من الأيام أن ريجيسور أو الليبي ناجح، صفقة ناجحة 100% الليبي. فهمتني؟ يعني هذا يعني صفقة ناجحة بامتياز. أنت حاتم عندك بها علاقة شخصية ولا؟ نعم عندي علاقة بها شخصية. أي معناها أنت حسب معرفتك بحاتم ومعرفتك بحمد المدب، إذا كان نحكي عن نسبة مئوية قداش نجم يكون قريب حاتم مترجي؟ نهار من النهار يشوفون بقايس ترجي. يمكن 50% إذا لبس عليه مش مصاب ولبس عليه يجي الترجي. بعد عام بعد عامين عامين هو وين يلقى نفسه سكرت البيبان يعني ما عادش يقعد في لو نيفو، شاري دار في تونس، يمشي ويجي على تونس، يحب تونس، علاش ما نعرفش مع تونس؟ هذه الغريبه يعني علاقته كبيره كل بوالده. ما سالتوش في الحكايه فيها؟ لا ما سالتوش، اما لا اصحابه انا فوجئت كي هبطت وصلت لدبي وقابلت اصحابي في الميدان، قال يعرف اللي فرحان اللي هو ردة فعله اللي فرحان قابل رئيس الترجي وقعد يحكي معاه، يعني لا ردة فعل حاتم واقعية. هو حتى فما فيديو ما عرفتش كان شفتها دارت قبل، يحكي هو فيراتي لاعب الايطالي يحكي له على ترجي ويحكي له قال له ترجي الايكيب الاولى في تونس، وحكي له كيف على كل يوم قال له الايكيب الثانيه، وحسب حتى من عارفها بالطبيعه. اي صحيح يعني لا مغروم تبع في كرة تونسية. هو حتى يجي في الصيف يبدا يلعب يكوّد مع الحومة مع الاولاد. مع الاولاد ومع الاولاد قد كان صريح يعني، شكون ما يتبناش يلعب في الترجي بصراحة يعني. لما نحكي له عم لعبية هذوما دو نيفو ما صعيب يجيونا، احنا عرفت صعيب يجيونا، صعيب يتأقلموا بعد الكارير اللي عاشها في حياته.